بعد تدهور حالتها الصحية آمل ماهر تخرج عن صمتها. إليكم التفاصيل. خرجت المطربة آمل ماهر عن صمتها وطمأنت جمهورها حول حالتها الصحية بعد خضوعها للعملية الجراحية في اليومين الماضيان. وأكدت الفنانة آمل ماهر أنها تتمتع الآن بصحة جيدة وأن العملية الجراحية التي أجرتها مرت في أحسن الأحوال. وكتبت آمل ماهر منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه: بشكر كل الناس والجمهور الحبيب اللي سألوا عني، وأحب أطمنكم العملية بسيطة وأنا الحمد لله كويس. بعد المعلومات بسيطة عن الفنانة آمل ماهر، هي آمل ماهر منظور من مواليد 19 فبراير 1985، مغنية مصرية من مواليد القاهرة. بدأت الغناء وعمرها 13 عاما منذ 1998. ظهورها كان أول تركت انطباعا هائلا لدى المتذوقي الغناء في مصر والعالم العربي، وأصبحت القاسم المشترك في الاحتفالات والمناسبات الوطنية الهامة والتي يحضرها كبار الشخصيات السياسية والرسمية بالدولة. تمتلك صوتا استثنائيا يؤدي جميع المقامات، استحقت به لقب ملكة الغناء. اكتشفها أستاذ الموسيقي محمد المليجي الذي انتبه لموهبتها الكبيرة بعد أن شاهدها في إحدى الحفلات الخاصة بالمدرسة. ومن هناك كانت بدايتها. تركت آمل دراسة والتحقت بمعهد الموسيقى العربية، وفي نقابة المهن الموسيقية سمعها أستاذ صالح عرام، والذي تدين له بالفضل في أنه الشخص الذي تعرفت ووصلت عن طريقه للموسيقار الكبير عمار الشريعي، الذي كانت من خلاله انطلاقتها بمسلسل أم كلثوم. أطلقت ألبومها الأول اسألني أنا عام 2006، وأن انطلاقتها الحقيقية لعالم النجومية كانت عام 2011 مع إصدار ألبومها الثاني أعرف منين، والذي لقى نجاحا مذهلا وضعها في صفوف النجوم الكبار في العالم العربي. تزوجت من الملحن محمد ضياء الدين، لكن زواجها لم يستمر أكثر من عام، أنجب خلاله ابنهما عمر. هنا غنكون وصلت لنهاية الفيديو. كانت معكم قناة فاتيتي شانيل، فضلا وليس أمرا اللايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، ومع السلامة.